السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جايلكم النهاردة بفكرة جديدة جدا جدا لكل حبايبي البنوتات ولكل بنوتة عروسة بتجهز. إيه، انا كمان اختي هي كمان بتجهز ومخطوبة، فقلت بالمرة اصور إيه كل الحاجات اللي انا هجيبها ليها اللي هتبقى موجودة في جهازها، عشان لو اي بنت كمان بتجهز وحابه انها تجهز تبقى عارفه، لو عجبتها مثلا الحاجه تبقى عارفه ايه هي مواصفاتها وهي مثلا سعرها، ولو عجبتها تجيب، يعني ايه تبقى واخده فكره قبل ما تجيب الحاجه. انا جايبه بس جزء بسيط من المفارش اللي احنا جبناه، وبرده الجزء التاني من المفارش هوريه لكم. اول حاجه اللي معايا ده واللي قدامي ده لحاف فايبر. لحاف الفايبر هو نفس الرسمة بالظبط اللي مرسومة على الكيس ده، وكمان نفس اللون بالظبط. اللحاف الفايبر ده سعره الأول عامل 1200 جنيه. طيب هو حجمه قد ايه او وزنه قد ايه؟ هو اللحاف مكتوب عليه هنا اهو، هو مكتوب 240 × 260 سنتي، مكتوب عليه 240 × 260 سنتي. اللحاف ده مودرن، جميل جدا جدا بجد. احنا لما فردناه، انا بس مش عارفه افرده لان هو ماسكه فيهم بيد واحده، جميل بجد. هو نفس الرسمه الموجوده والخامه بتاعته تحفه تحفه بجد. وجبنا ايه كمان؟ ده كمان مفرش للسرير الكبير اهو، هوريكم الرسمه عليه. المفرش ده تركي، مفرش تركي اهو، هو ده السرير مطرز وخمس قطع وقطن 100%، قطن 100% تبع شركة المجد. شوف لو عليه اي مواصفات. هو مش تركي، هو ستايله تركي لكن هو مصري مصري. مكتوب تعليمات الغسيل، تنظيف جاف، ودرجة الحرارة ما تزيدش عن 30. بس هو بصراحة نفس الرسمة اللي موجودة دي، جميل جدا 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 بجد. ده واحد اهو كبير هوريكو كمان. ده برضو مفرش كبير اهو، ده من هو المفارش اللي ليها كرنيش، جميل جدا جدا برضو اهو، برضو ممكن يعجب اي عروسة. وجبنا كمان منه واحد كمان نفس اللون ده. هي دي الرسمات بتاعتهم، هي دي الرسومات بتاعتهم اهو. وفي موجود منهم نفس الالوان تبع شركة ريم، تبع شركة ريم، وبرضو خمس قطع. طيب الملاية كم متر؟ الملاية 250 × 240 متر، الملاية 250 × 240 سنتي قصدي، و150 المخدات، كيس الأكياس المخدات اللي هي الصغيرة 150 × 45، والخدديات الصغيرة 75 × 60. جميل جدا جدا بجد. وده كمان تبع شركة المجد اهو، ده تبع شركة المجد. هو كلهم ستايلات تركي، دي الرسمة بتاعته اهي، جميل جدا نفس الرسمة بالظبط اهو، لونه جميل جدا ممكن يعجب. هو سعره، ده سعره عامل 150، وده اللي شركة المجد عامل 230، 230. اشوف لكم لو في اي مواصفات اهو، برضو مصري جميل جدا مصري، بس الستايلات بتبقى ستايلات تركي. وجبنا كمان ده اطفال، طقم اطفال اهو، دول الاتنين مع بعض نفس الرسمة اهو. ده الواحد عامل، الاتنين دول مع بعض عاملين 115 اهو، شركة A&M. الاتنين عاملين 115، خامتهم جميلة جدا. كمان واحد كمان اهو، بس رسمة تانية ولون جميل جدا.
برضو عامل 115، وده برضو ده كبير، واحد كبير نفس الشكل ده، بس هو رسمة تانية خالص، بس الرسمة دي جميلة جدا. 5 قطع، ده 5 قطع. في كمان فوط، دي فوط دي اهي. طقم الفوط ده عامل 150، هما 3 فوط كبار. افتكر بس الطول بتاعهم كان في كام. ده تبع مصنع الرحاب، تبع مصنع الرحاب، هو مش مكتوب عليه حاجة، بس هو تبع مصنع الرحاب. في الطقم ده كمان، ده برضو 150 اهو، 4 فوط جمال جدا. ده مصنع الوليد، مصنع الوليد اهو، حاجات جميلة جدا. وفي حاجات تانية جميلة برضو، حابة ان انا اوريهالكم، بس انا حطاها في كيسة اهي. دي هي مفتوحة، دي دفاية، دفاية للأطفال جميلة جدا. كانت الواحدة عاملة 100، بس بصراحة تحفة تحفة تحفة، خامتها جميلة جدا قطيفة، وشكلها ولونها تحفة. كنا جايبين لها منها 2 اهو اهو، 2 تحفة تحفة بجد. يا رب يا رب ربنا يسعد كل البنات ويقدرهم على جهاز، طبعا جهاز اليومين دول صعب جدا جدا. وانتظروني بقى ان شاء الله في الحلقات الجاية لجهاز العرايس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.